الصغير والكبير وين ما كان لبى النداء، ضحى بروحه ووقته وكل ما يملك لحماية هالوطن. حب الوطن قول وفعل. يا هلا فيكم متابعينا، مساكم الله بالخير. اليوم خلونا نسلط الضوء اكثر على جهود وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، الوزارة اللي لها جهود مستمرة ليل ونهار من خلال عدة ادارات، ومنها ادارة التفتيش اللي لها جولات تفتيشية مستمرة من اجل ضبط المخالفين من اصحاب المحلات التجارية ومنعاً لأي غش أو خداع تجاري. وخلونا نتعرف على جهود الوزارة خلال هالفترة، وبينضم معنا الأخ أحمد الصبار متطوع بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة. مساك الله بالخير أخوي أحمد. يمسيك بالنور والسرور أخوي خالد، ومرحباً فيكم والمتابعين متابعين الحساب المتميز دائماً وأبداً بوابة البحرين. السلام أخوي أحمد. أخوي أحمد خلينا نبتدي، شو اللي خلاك تتطوع في الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا؟ طبعاً اللي خلاني أتطوع هو النداء الوطني إلى هذه الحملة صراحة. يعني ما في أي شيء خلاني أتراجع عن هذا الموضوع. وشون قدرت تسجل كمتطوع في الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا؟ طبعاً الموضوع كان بسيط جداً. فريق البحرين بجهود الجبارة حقيقة، وفي ظل قيادة صاحب السمو ولي العهد، أنشأوا المنصة الوطنية للتطوع اللي هي volunteer.com.bh. نعم. وسجلت والحمد لله يعني حصلت القبول. صح، طبعا المنصة الوطنية للتطوع هي volunteer.gov.bh، وحاليا بيظهر لكم الرابط على الشاشة، تقدرون التسجيل مازال مفتوح، تقدرون تسجلون وتختارون شنو المجال اللي حابين تتطوعون مثل ما سوى أخونا أحمد الصبار. أخي أحمد، شلون تم استقبالك في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة اللي حالياً أنت متطوع فيها؟ طبعاً أنا كنت متوقع في بداية الأمر أنه راح يكون في استقبال في وزارة التجارة، ولكن الشيء اللي أبهرني حقيقة أنك كان استقبال ميداني مباشرة للعمل على أرض الواقع. يعني جاني الاتصال من وزارة التجارة والمفتش، يعني اتصل فيني قال لي أن نقابلك في المكان الفلاني، والحمد لله كان في رمضان، ومباشرة نبذة بسيطة وسريعة وباشرنا العمل الميداني. ما شاء الله. مع تقريبا 5 إلى 7 متطوعين كانوا معي في المجموعة. ما شاء الله. أخي أحمد، لو تعطينا نبذة بسيطة بس عن طبيعة عملك كمتطوع في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. طبعا أنا مندرج تحت إدارة التفتيش في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. فإحنا العمل اللي نباشر فيه طبعا هو رصد المخالفات وتثقيف أيضا المحلات التجارية. يعني سواء كانت بشكل عام الإجراءات المندرجة تحت وزارة التجارة والأشياء الخاصة بالإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا، اللي هي لبس الكمام، التباعد الاجتماعي، المسافات الآمنة بين الزباين. يعني هذه الإجراءات اللي احنا قاعدين نقوم فيها. وشلون توصف شغلك كمتطوع مع الوزارة حاليا؟ يعني صراحة ما أقدر أوصف هذا الشيء، لأن أقول أنا فخور جدا بهذا العمل. وإحنا بعد فخورين فيك أخوي أحمد، وفخورين بكل المتطوعين في الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا. أخوي أحمد، شو اللي أضاف لك العمل التطوعي ضمن الحملة؟ طبعا أضاف لي الكثير، وخصوصا أضاف إلى شجاعتي وصبري في هذا العمل. وشنو الرسالة اللي حاب توصلها حق المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين؟
الرسالة اللي أحب أقولها لكم، التزموا بمسؤولية وأنتوا قد المسؤولية. صح، وإحنا نقول حق الجميع وجميع اللي شاهدنا حاليا، التزم بمسؤولية. أخوي أحمد، أكيد عندك كلمة توجهها حق كل من يخالف الإجراءات الاحترازية، شنو كلمتك؟ الكلمة اللي أحب أقولها للمخالفين، وإن شاء الله ما يكون في أي مخالف بيننا، لأن إذا كان مخالف يعني هو راح ينشر هذا المرض إلى نفسه طبعاً أول شيء، وراح يوصله إلى أهله وإلى أي أحد يعز عليه. فحافظ على نفسك وحافظ على ديرتك. وشنو حاب تقول حق الملتزمين بالإجراءات الاحترازية؟ طبعاً الملتزم دائماً لازم نقول له جزاك الله خير، فأنت شنو حاب تقول له؟ طبعا اقول شكرا وواصل على هذا العمل. واخوي احمد، هل في موقف ما تنسى حاليا اثناء عملك كمتطوع ضمن الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا؟ اكيد ما غيت في مواقف، لو تعدد لنا بس واحد من هالمواقف الحلوة او الموقف اللي ما تقدر تنسى. طبعا موقف يعني شوي في بداية الامر، لما رحت الى احد المناطق كان في مطعم يعني بسيط، وكانوا في 2 بحرينيين يديرون المطعم هذا، يعني كبار في السن. احد الاباء يعني ما كان لابس الكمام، فانت شوي متوتر شلون اوصل له الرساله. فقلت له لو سمحت يعني اذا ممكن بس تلبس الكمام، فكان شوي منفعل. بس لما قلت له يبا اذا ما عليك امر يعني تلبس الكمام، وانا خايف على صحتك وخايف عليك وعلى اهلك. يعني فهني يعني صراحة حضني وقال لي مشكور وجزاك الله خير. فهذا الموقف يعني فعلا شجعني ان انا اواصل بهذا العمل. انا استغرب بس من اللي يعني ينسى ساعات انه يلبس الكمام في بعض الاماكن، حتى في الرياضة بعضهم للأسف ما يلتزم في الاجراءات الاحترازية. ترى وايد مهم انك تلبس الكمام حماية لك وحماية لغيرك. اخوي احمد، ايش قد انت مستعد تستمر في عملك كمتطوع في الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا؟ طالما أنا عايش على هذه الأرض نحن مستعد. ما شاء الله، كلام كبير يا أخي أحمد. أخي أحمد، عندك قدوة بالعمل التطوعي؟ هل مثلا تقتدي بشخص معين في العمل التطوعي؟ السؤال يعني صعب بس إجابته جدا سهلة. يعني البحرين وفريق البحرين قيادة وشعبا سطروا أفضل تعاون في هذا الموضوع، وعلى رأسهم صاحب الجلالة عاهل البلاد وولي العهد وسمو الشيخ ناصر ورئيس الوزراء. يعني صراحة المثال، هم المثال الذي يحتدى به، ما أقدر أقول أكثر من هذا الكلام. ودك تقول أخوي أحمد كلمة أخيرة حق المتابعين واللي يشوفونك حاليا؟ أحب أقول لهم شكراً أنكم ساهمتوا في الحد من انتشار فيروس كورونا، وأنتم كنتوا دائماً ملتزمين وخلكم ملتزمين حفاظاً على صحتكم وصحة اللي تحبونهم. يعطيك العافية أخوي أحمد على جهدك ووقتك، والله يوفقك وين ما كنت. الله يعافيك، الله يسلمك إن شاء الله أخوي خالد. أهلا وسهلاً. تسلم يا الغالي. متابعينا، إدارة التفتيش ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة عملهم جبار، لهم كل الشكر والتقدير، واحنا فخورين باخلاصهم وتفانيهم في عملهم خدمة لوطنهم مملكة البحرين. شكرا لكل العاملين والمتطوعين، خلوكم جريب دائما وخلوكم ملتزمين بالإجراءات الاحترازية والتزم بمسؤولية. تصبحون على خير.